يا عشاء يلا يا مو الاكل جاهز يلا نزلوا نتغدوا. يلا مرت عمي جايين. يلا قومي نتغدى قومي. بس ويني على مية مهلك تنزلي على الدرج درجة درجة. ليش مالك معزوم عند امها لطفية؟ معزوم بس ماني رايح. لا ابن عمي مشاني روح اتغدى عندهم، ما بدي اياهم يقولوا انه انت تغيرت على حبلي. ايه مو تكرم هالعيون الحلوين اللي ما بقدر زعلهم، بس على شرط باكل هون نص بطن وهونيك نص بطن. يلا انزلي. ان شاء الله مطرح ما يسري يمري ومطرح ما يبني اسس سمن وحسن عوافي يا صوري. تسلمي يا حمادي. يا بسم الله. رحت على البيت؟ ايه رحت. حكى المزكي اجت لعندي وخبرتني انه هدى حبلي. هدى حبلي؟ ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي. الله يبارك فيكي بس ما في عقبال عندك يا لطوف. ستي عقبال عندك شو انا بزعل؟ شو بكي لطوف؟ كانك مالك فرحانه يا ضرطي؟ لا يا وليش لحتى ما افرح لك؟ هي صحيح درتي بس انا بحبها من جوات قلبي. ايوه علالي. يا مو هدى تقبري امك، بدي اياكي تديري بالك خص نص من هاي درتك لطفيه. والله خايفه تعمل لها شي مصيبه تروح لك فيها الولد. لا يا مو لطفيه ما بتعملها. يبعد لي حم عليك شو على نياتك؟ لك بنتي لك الضره مره لو قلبت مسره. بقى بدي اياكي تحس بألف حساب وتديري بالك. ها فهمتي يا مو؟ فهمت يا مو فهمت. يلا يلا ها هاي اجو. يلا يا مو. مرحبا مرت عمي. اهلين سهري. اهلين وسهلين. مرحبا علين بشير. اهلين اهلين لطفية. اهلين لطفية. ايش هو الخبر الحلو اللي سمعته يا هدى؟ صدقيني فرحت لك من كل قلبي. الف مبروك. الله يبارك فيك. يلا سهري خاطركم. انا وين قاعدين؟ هلا بيستعوقني عمك تقبرني لازم امشي. يلا خاطركم. مع السلامه. الله معك. مهونه عادي هدهد عادي شقيتي. انا فايته نايم البنت بالاوضه. اخ يا مشوكه اخ شو اشتقت لك. انا اشتقت لك بنتي. شو هدو بلش الولد يلبي لك عمي مزاح. شو عمو سمعان؟ اهلين عمي ابو حسن. شايفك شاري ما تقعد لحالك بعد ما راحوا الشباب ورجعوا على حارتهم. ايه والله يا عمي مستفقد لهم كتير، حاسس في شي ناقصني بعد ما راحوا. ايه والله يا عمو سمعان صحيح، انا كمان حسيت في شي تغير علي، بس رجعتوا لعند عيالهم واولادهم خلوني افرح لهم وانبسط لهم. وانا مبسط لهم عمي، الشباب ما في منهم ما بيستاهلوا لك كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. طمني يا أبو أحمد شو الأخبار؟ الكتيبة السنغالية اللي بكفر سوسة حطت رحالها ولازم نعمل لها استقبال مطنطن يليق فيها. إيه ولو وحياة عينك لنعمل لها أحلى استقبال يليق فيها. قوم أبو أحمد قول للشباب يجازوا حالهم ولهم يكونوا جاهزين بسرعة. عمرك عمي أبو حسن. شو عمو سمعوه؟ لعيونك عمي أبو حسن خلينا نحس حالنا عم نعمل شيء. يا عيونك عم نعمل شيء وشيء كبير كبير كثير لك سمعوه. قول الله. يا الله قولوا الله يا شان. واما جيوش الافرنج فانهم اصبحوا صباحا وتهيأوا للحرب وتقدموا الى ساحه القتال، فلم يشعروا الا وطبول العرب تقرع وتقرع حتى ارتجت الارض منها. والقائد عباده يتقدم الجيوش، لما التقت العين بالعين صاح عبادة بصوت أشبه بالرعد العاصف قائلا: ويلكم، هل ظننتم أن أبطال العرب قد ماتوا فتبعتموهم إلى هذه الديار؟ واستل سيفه الصارم فلمع حده في وجه الشمس. وانقض عليهم كالقضاء المنسل وأخذ يطعن في الصدور ويمدد الفرسان على الأرض. وهكذا فعلت قبائل العرب حتى عميت بصائر الإفرنج.
وكانت واقعة عظيمة الأهوال، ولله در القائد عبادة الفارس الكرار والبطل المغوار. أنا قلت ببالي ما رح آتي بأي حركة قبل ما أخذ رأيك معلمي. أنا ما عندي مانع يا عبدو، طالما أبو حاتم ومرت أخي وكمان عصام ومعتز موافقين. من الصبح تيسر روح افتح البايكة وشوف رزقك ورزق أخي. أنا بعرفك أمين وصاحب نخوة، بحياتك ما مديت إيدك على الحرام، شان هيك أنا بأمن فيك. ولا شو رأيك شيخي؟ عبدو إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهي الأمانة صفة ما بتتقدر بمالي أبو قاسم. كتر خيركم يا جماعة، والله لبكتوني. عليم الله يا شيخي إن جمايل معلمي علي طامرتني طمر من ساسي لراسي. أنا جمايل يا عبدو، أنا ما عملت شيء. وطالما راح تسلم البايكي ما بيصفى غير نجوزك يا عبدو. إيه والله، أنا من زمان وعدتك إني جوزك وما زبطي، وراح أرجع أوعدك وعد شرف هي قدام الشيخ عبد العليم. جوازتك كليات علي، وهالمرة راح أخذ لك واحدة من أكابر الناس، ما راح تكون غير مبسوط ورضيان. معلمي بس من بعد أمرك، أنا هالقصة خص نص أنت من بالي. لا لا، اوعك يا عبدو، اوعك تغلط مثل ما انا غلطت. انا هيك صار فيني، كل مره اقول لحالي على مهلك على مهلك يا ابو قاسي، لحتى العمر ركض كله صار وراي. شحني انا قدامك عزابي، ما في لا وحده تقبل فيني. شو هالحكي معلمي؟ صدقني بنت ال14 بتتمنى تتجوزك هلا، ما في كلام. قاتلها علي، لا قاتلها. سامع شيخي؟ سامع؟ والله ما بعرف اعونطج كل هالقد. مساء الخير عبيد، الله يديمك فوق راسنا ان شاء الله. ليلة سعيد. لا يا عبيد، لازم تدير بالك منيح، لانه هالشغلة مو لله بنوب. داير بالي وشايفه شغلة كتير كبيرة، دخلت ابو دراع فيني هيك فجأة، وبعد منه ابو سطور مو عاجبتني بدوب ولا فايت براسي. طيب انت ليش ما بتحكي لابو جودات وهو بياخذ اجراءاته؟ مو على قلبك خبرنا ابدكنا بالنصارى. قصدي ليش ما بتقله بشو عم بتفكر؟ انه ابو سطور حاطت ايده بايد ابو دراع، مشان هيك اختفت الجثه من البيت. تركني منه لابو جودات، رح ضل وراه لابو سطور لحتى افهم شو حكايته لابو دراع. يا عيل عليك يا مفتوح، يا عيل عليك، يا هيك الحكاية يا بلا. اي والله، وخص نص حكاية القائد عبادة. شو بالعز؟ وين رايك؟ على البيت. لك شو رايك تيجي تسهر عندي اليوم؟ ما معي شي بلاها خاطر. لا سيدي مو بلاها، وبدك تروح تسهر وتتعشى عندي انت والشباب. لا الله يخليك عافيني، انا بدي اروح اقعد مع ابني، لانه القعده مع ابني بتسوى الدنيا وما فيها. الله يخلينا فيها. الله يخلينا اياه ويطعمك يا رب. السلام عليكم. مع السلامه. وانا بدي اروح احط راسي ونام، شنو عندي على بكره الصبح شغل بالبايكه. السلام عليكم. مع السلامه. السلام ورحمه الله. يلا ابو العز يلا. لا خلص بلاها. لا كرمال يا ابو العز يلا. مرزوق شو بدك مني يا ابو هلال؟ لا يا ابو مرزوق، ليش هيك انت نوزي وشفيس؟ انا هيك الله خلقني ورضيك. لا خلصنا بقى ابو مرزوق، حقك ورجعت لك يا ورب العالمين قبل توبتي، هلا انت ما حتقبلها؟ هلا شو بدك مني؟ مأمون بيك عاوزك ضروري. بده يعني ايدي؟ اي نعم. شو بده مني؟ الله الاعلم، تفضل روح لنشوف. دكانة ابو سمير؟ ايه دكانة ابو سمير، لاني عاوزها يا ابو مرزوق. بس الجماعة عم أجرين الدكانة لرياض صهر أبو خاطر، والزلمة عم يتسبب من وراها. هلا رياض ركو دباره عندي، بدي اياك تبعت جماعتك لعند حرمته للمرحوم أبو سمير وتقنعه انه تبيع الدكان بالسعر اللي بده اياه وحبة مسك فوقه. وانت حلوانك عندي. لا يا مأمون بيك، نحن بدنا نقدم وبس. أبو مرزوق، أنا اللي بشوفني بعيني بشوفه بالتنتين، مسيك لشوف هالتفاحة. الله يطولنا بعمرك يا رب ويخلينا ياك. ولك الله يسلم لي ايديك يا احلى زهره بالعالم كله. وايديك ابن عمي، الله يخلي لي اياك يا تاج راسي ويرزقك ويحميك بجاه النبي. امين يا رب العالمين. بتعرفي لك زهره، طول فتره غيابي عنكم قديش تعرضت للخطر، وقديش ماتوا ناس قدامي. بعمري ما هبت الموت ولا بخاف منه، بس لما كنت اتذكرك انت والصغير كنت اكل هم اني ما عود اقدر اشوفكم مره تانية. يا لطيف ابن عمي، بعيد الشر عن قلبك يا رب. بس الحمد لله
هي رجعت وكحلت عيوني بشوفتكم. يلا ابن عمي سمي بالله ومد ايدك لشوف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لبين ما يرجع خالك ابو الشاب بالسلامه من حقك تكون انت العدو. اكيد ليش لا، كل رجال الحاره بحبوك وبيعرفوا قديش انك جدع وبضايع. عن اذنك. أبي بده إياك بكلمتين وبسرعة. إيه روحي لحالك. عن إذنك دقيقة أبو العز. أكيد. لا الله يرجعك بالسلامة يا خال، الله يرجعك بالسلامة. لك ابني ما بيصير هيك، يعني ضروري معتز كل ليلة يجي يسهر عنا بالبيت. يا شبيب شو عم نغلط؟ لك يا ابني معتز قاري فاتحته لخيرية، يعني ما بيصير يفوت ويطلع كل يوم والتاني، الناس شو بدهم يقولوا عنا؟ معك حق يا ابي، هي ما حسبت حسابها. لا يا ابني بدك تحسبها الله يرضى عليك، نحن رسمان لسمعتنا وما بدنا الناس يلتوا ويعجنوا سيرتنا. خلص يا ابي وصلت، وصل ما معتز قاري فاتحته على اختي، ليش ما بنكتب الكتاب ونخلص من كل هالقيل والقال؟ يعني بدك يعني افتح له سيرة ولا تعا كتب كتابك على البنات؟ هلا لازم يحركوها مو أنا يا ابني. لك يا ابني ما بيصير تضل فاية طالع عند الجماعة، ولا انت ما بيهمك سمعة البنات؟ اهلك يا عصام، ليه عم تحكي معي هذا الحكي؟ انا اللي بيجيب سيرتها على لسانه وعلي الحلال بقطعه وبرحشه للكلاب. إلا كان الله يرضى عليك، خفف روحات لعنده لأنه ما بدي جماعة يزعلوا منا. أمرك يا أمو خلاص. ايه الله يرضى عليك يا عمو، تصبح على خير. انت من اهله. الله عليك يا ابو هليون، في جمتي عندك كل قصه خيله من خيلات الدهر. مسيك هدول ابو فارس. شو خير شو قصه المصاري؟ هدول مصاري من مأمون بيك، وصاني توصاي اجي لعندك واعطيك اياهم. هل انت حارس الحاره وعم تدير بالك وعم تتعب بالليل؟ وحب يشوف خاطرك بهالقرشين، وقال اي شيء بتحتاجه تيجي وتشوفه. ما في داعي يعذب حاله يا ابو هلال، شريف اعطاهنا المصاري وقال له خير وطامرنا طمر، وابو الفوارس ما بيقبل ياخذ فرنك من حدين لاني انا عم اقوم بواجبي ظالم النية على حدا. ابو فارس مأمون بيك بيعرف انه عندك عيله واولاد ودمامهم مفتوحين للهواء، رزق وجايك بقى حطهم بجيبك والحمد. واخد المصاري. هو ما كان بده ياخدهم يا بيك، بس انا جبرته عليهم. هذا ابو فارس زلمه درويش ومسكين، مشان هيك انا حابب اعمل معه خير. لكن بالنسبة للإنسان المقتدر مثلي أهم شي بالدنيا يعمل خير ويأخذ ثوابه من رب العالمين. الله يديمك يا بيك، والله إنك بركة لأهل حارة الضبح. الله يخلي لنا ياك يا بيك، الله يخلي لنا ياك. إيه والله يا الزلمة رحم أخولني، لك بحياتي كلها ما شفت هيك زلمة كريم. يعني إذا بيجي واحد وبيطلب منه عيونه بيعطيهم. الله يديمه. الله يعطيك العافية. النظر وأنت ماشي ولا؟ صباح الخير عمي مرزوق. أهلين عقيد، الله محيي أصلا. سمعت شو قال له؟ أهلين عبيد. خلصنا خاطر، خلصنا يستر عرضك. خلاص لا تنزعج من هالصباح، بعدين بدي منك طلب أبو العز. مو عندي مشوار ضروري لازم أدور. بدي إياك تدير بالك على الشغيلة لبين ما أرجع. مشوار ضروري لوين؟ خلاص بعدين بقول لك عبيد. استغفر الله العظيم. هدهد لا تخلي كل شغل البيت عليكي، تتقاسمي الشغل بينك وبين ضرتك، وإذا ما بتشتغلي شيء بنوم بيكون أحسن. حاضر. بدك شيء قبل ما اروح يا ام شوكة؟ سلامة قلبك. يلا دعيلي. الله يوفقك، الله معك.
الله يا رب. لطفيه لطفيه، يوه فكرتك رحت ابن عمي. لساتها سعاد صغيرة نايمة؟ ايه والله نايمة، امبارح ما نيمتني الليل وهي عم تنق وتبكي. لا تكون جوعانة. لا ابن عمي ما أنا جوعانة، بس متغير عليها النومي من بعد ما تعودت تنام على مرت عمي. ايوه شو كان بدي لك شو كان بدي لك. ايه تذكرت. الله يرضى عليك يا لطوف، ديري بالك منيح على نظرتك وما بتحمليها شي تقيل وما بتخليها تشتغل شي بالبيت بنوب، فهمتي؟ ايه بس البيت بده تعزيل، صار لنا زمان تاركينه. هلا لا تطالعي لي خلقي من على بكره الصبح، ما بدي اياها تشتغل شي بالبيت، فهمتي؟ ايه فهمت. خاطرك ابن عمي؟ شو معلش يروح زور امي؟ بتخلصي شغل وبتروحي. الله معك ابن عمي. ميسره. هيك لك خايف عليها لست الحسن والجمال. ايه انا بورجيك يا هدى. هدى تعي حبيبتي تعي، بدنا نعزل البيت قبل ما في سعاد. يا رب يا رب بك انا استجير وانت المعين يا رزاق يا الله. فتحي يا فتحي. مورا معلم عبدو. شو منين طلعت لي فيها هاي معلم عبدو؟ الاصول اصول يا معلم عبدو، اكمنك انت هلا مستلم البوايكيه فلازم اندهلك المعلم عبدو. بعدين إيه مي حلو اقول غير هيك قدام الشغيله. ايه طيب ماشي، بس بيني وبينك ما بتقلي غير عبدو، بس قدام الشغيله بتقول معلم عبدو. على راسي الحقني لقلك. فتحي الله يرضى عليك، بدك تفتح مخك وتحط ايدك بايدي، شنو هذا الرزق اللي قدامك كلياته امانه برقبتي ورقبتك ليوم الدين. والله كلامك مزبوط يا معلم عبدو. معناته اول شيء لازم نعمل جرد للبوايكيه ونطبقها مع اللي بالدفاتر. لازم ندير بالنا يا فتحي على كل حبه لانه في اخره. قول يا رب وانا رح بلش من هلا. صباح الخير لك. شو هالمفاجأة هاي؟ تفضل تفضل. حبيت اجي زورك واطمن عليك واقول لك كتر خيرك على كل شيء عملتي معي. شلونك ولا خاطر؟ احسن ما هيك؟ الحمد لله صرت منيح ورجعت احسن من قبل. تفضلي خالتي. شو هذا؟ هدية صغيرة مشان تضلك متذكرتيني. وليش عذبت حالك؟ انا بعمري ما طلبت رد جميلة من حدا. حياتها ما كانت هدية الابن لأمه جميلة، وصدقيني قد ما عطيتك ما رح وفيكي حقك. يسلموا ايديك يا خاطر، وصدقني وحياة عيونك انا ما بدي منك شي غير انك تكون مبسوط ومرتاح ومتعافي. على كلين انا قبلت الهدية ورح تكون اغلى شي عندي بالدنيا. تعرفي خالتي والله اشتقت لقطي. تعمل مولد وحفلة ذكر لحاتم قبل ما تطلع من الحارة، تذكرت؟ ذكرت غالي والطلب رخيص، هلا بوصي لك على ملبس وعلى محلاي. الله يتقبل منك ويرزقك ويعوض عليك يا حق. لازم يكون شيء مشان غدا؟ لا ابن عمي، عنا أكل من غدا مبارك. نعمة كريم، سلام. الله معك مع السلامة. يلا يلا يا بنات، قوموا ضحت الدنيا خلينا نلحق شغل البيت. ايوه هيك تمام، بدنا ندهله لهدى خانو. هدى يا هدى. ليكني اجيت لطفيه، عاوزه شيء؟ ايه تقبريني، بدي اياكي تساعديني نرجع هاي الخزانه لورا. ليش شو كنتي عم تساوي؟ كنت عم نظف وراها حضرتي. بس انا ابن عمي نبه علي ما اقدر شيء. ايش ورح تحمليه على ظهرك؟ بعدين مو ضروري تقولي له لعصام. مثل ما بدك. اوعيك تصدقي حكي امسكي على عدي بفرشتك ولا تشتغلي شي. ايه انا وقت كنت حبلي بسعاد كنت اغسل واشطف وامسح واحمل طشت الغسيل واطلع انشر على الاسطوح وما صار لي شي. بقى تعي معي ولا تخافي. لك خلصيني تعي. فشي لقلك فشي كمان كمان. ايوه لا لا لهون لهون فشي كمان. ايه
بلا أويدي. ايه سيدي شو فهمت مني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. لا يكلك فكرة يا أبو حاتم، رح وصي على كل الطلبات اللي طلبتها مني ومر على رجال الحارة واحد واحد عزمهم على المولى. تيسر. السلام عليكم. الله بالطيبة، شو عم يعمل عنا بالحارة؟ السلام عليكم. أهلين بالطيب، شو شايفك عنا بالحارة؟ اي والله رايح لعند مأمون بيك. تعا عاوزك عاوزك عود. اي والله. لك بدي اسألك، ما في اخبار عن ابو شهاب؟ لا وجه اللي ده. شلون يعني؟ يعني مأمون بيك شاكك انه العقيد ابو شهاب اسير بشي سجن بعيد، يا بفرنسا يا بشي ارني، والله اعلم يا ابو حاتم انه شكوا بمطرحه. ايه منيح الحكي، المهم انه عايش. لسه الامر ما مأكد. طيب شو بدنا نتأكد؟ هي بدها شغل، بدها شغل ومصاري كتير يا ابو حاتم، مصاري كتير. انا سداد ومأمون بيك ما له عم يقصر. والله الرجال عم يحيرني قد ما عم يعمل ملايح مع اهل الحاره. لا يا ابو حاتم، من ناس لبعضها شو بنا. بدك شيء؟ سلامتك. سلي. الله يسلمك. السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. هات له هاد، شو بده؟ شو بدك فيه؟ الكون مين من كان؟ انت اللي بهمك اني انا اليوم مساوي مولد، زبادي محلايه وشلقيطه وسرر ملبس. مشان ايش؟ لك مشان ابني حاتم. ايه الله يخلي لك يا ابني، ديمك وراسه يا رب. حاتم ايه؟ شو بحسابي بصورتين زياده؟ قوم على دكانتك، قوم على راسي. الله معك. هاي أخبار مفاجئة. اللي بتأمر فيه أنا جاهز له مأمون بيك. موضوع صعب كتير. ما في شي بيصعب على أبو الطيب. بقدر أمن فيك بسر؟ لا يا مأمون بيك، سرك كبير، كبير غني كتير. لا معي لجوا. ليش هيك خياراتك تبلاني عمي الرنزور؟ ايه تقدر جبنا بضاعة ظريفة؟ لا يا ابو شوكة لا، انا ما حدا بيسترجلك على بضاعتي اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلين وسهلين. مرحبا عمي. اهلا وسهلا. انا كنت حبيب قلبي بحاجة المسكة. نعم. دلوني لعندك لهون، قالوا لي انك شغال نحاسيات مرتب. فضل الله، مرني عمي. دخيل عينك، تسلم. حبيب قلبي انا بدي شي حوالي 40 صدر منسف يشيلوا 4، وبدي حبيب قلبي شي 100 صباب قهوة شمالي ويميني، بدي معالق، بدي محماس قهوة مرة كمان شي 30 واحد. بدي اهلا وسهلا عمي. اهلا وسهلا. شرف شرف. يعني بس عدم مؤاخذة، يعني هاي الطلبية بدها سوق النحاسين من بابه لمحرابه، يلا تشيلها. شالي لك ابني، شالي. انت هلا شاب ولازم تشتغل لحالك. بس بلا منقودية شو بتشتغل جنابك؟ محسوبك عمي ابو مجاهد. انا بشتغل باكثر من شغلة، بشتغل بالصوف، بشتغل بتجارة القماش، بشتغل بالغنم، عندي شغل كثير، بزيت الحلو بشتغل، بالصابون بشتغل، وجاي على بالي هلا عمي افتح مشروع بطرابلس نحاسيات، وقالوا لي انك انت معلم بالشغلة. والله يا عمي أنا جاهز، بس هي الطلبية اللي عم تطلبها بدها شغيلة كتير، وشوفت عينك الدكانة صغيرة وما رح تسعون. طيب اجتني فكرة، بس يا ريت ما تقولها. قول عمي يا مجاهي. شو رأيك تروح معي على طرابلس؟ على طرابلس؟ ايه بس أنا متجوز وعندي عيلة. شو عيلة حبيبي؟ بتاخد عيلتك وتاخد أولادك معك، وعندي بيت أنا سياح نياح بساعك إلك ولكل أولادك، وعندي محل جنب البيت بيلعب فيه الخيال، وكل شيء بدك اياه موجود، واذا ريت تاخذ شغيله من هون خود معك. شو عليك؟ والله يا عمي هي بدها صفنه منيحه. اخي لا تستعجل، صفون على مهلك وفكر قد ما بدك، انا بكره بمر لعندك وبترد لي جواب. يلا بخاطرك. بس خلينا نحكي لنا شي كلمه. لا تحكي ولا كلمه عمي، عم اقول لك كل شيء موجود ومن مجاميعه، هي رزقه لا تروحها من ايدك. فكر على مهلك عمي، وبكره بمر عليك وبترد لي خبر. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب دخيلك على طرابلس. منو اللي قال هالحكي؟ أبو محمود الأبعيبي، والزلمة متأكد إنه السيد مأمون مات بعد ما أخذوا أبوه معه، عم يقول إنه مات بعضنا. معقول هالحكي لك أبو ممدوح؟ هذا أبو محمود خراف، صاير عم يقطش ويلحوش، إيه وقيت اسمه بينسى. صحيح، عم ينسى اسمه. إيه بقى بدك ما تواخذني، يحكي لحتى يشفع، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. لا تنسى اليوم من بعد العشاء عامل مولد على روح سيدنا النبي بالجامع، مشان حاتم الله يسلم لك ولادك. ألف مبروك يا أبو حاتم، يربى بعزك إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. وين قوي أبو جيبور؟ يلا يلا صارت عندك ها؟ إن شاء الله بتفرح من ولاد ولادهم. مسكين الأبو ديبو صفنا لحاله بالقهوة بعد ما توفى مسلنا. سعي والله، بتعرف لك شي ولاد شي شاب بده يشتغل شي شغلة بركي منحطه مع أبو ديبو. طيب ليش ما بتجيب أخوه المرحوم سلام يشتغل عنده؟ أمه حطته أجير نجار، قال مشان يتعلم مصلحة، الله ييسر له. إيه الله يرزقه. على كل أبو حاتم، إذا شفت لك شي واحد خرج يشتغل بقهوة بخبره. سيد هذا المبلغ اتفقنا عليه. الله يعوض عليك. علينا وعليك سيدي. بس ما قلت لي منو هذا الرجال؟ وليش بدك تبعته على طرابلس؟ شو كثير غلبة أنت؟ إله بعرف كنت قلت لك ما تنسى تمر لعنده بكره. لا ما رح أنسى. يا لطيف الأيام كيف عم تقلب؟ من كم نهار كان ما معه رغيف خبز، هلا عم يلعب بالمصاري لعب. بري عليك يا ابو هلال، انت يوم عن يوم عم تجوهر. الله يديمك يا بيك. مين جاينه؟ اكيد هدول شات التليفون، حاكم لمحتهم على الطريق وقالوا لي جايين يكملوا الوصل. قال لي روح افتح له الباب. ايه شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك فهمي من عز الدين؟ لا مو انا، معلمي شيء شوفي. بلاغ اخلاق من عز الدين. بلاغ شو؟ هذا انذار اخلاق للقهوه خلال اسبوع من تاريخ اليوم، لانه هي القهوه مبنيه على ارض مشاع، البريه حط ايد عليها بحكم المحكمه. اي بعرف بعرف الحكي، بس ما فكرت يساوي الاخلاق الصراحه. ماشي، وصل عمي؟ وصل سيدي وصل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا عم هيك رح نصفر بسقف. حدو القهوه جاهزه. يلا جاي. شرف ابو صافور. شو هدول عقيل؟ هدول مصاري مشان تصليح ارض ديار يلي خربوها رجال ابو جودات. علي الحلال ما باخذ ولا نقله شيء، هي ما حبيتها منك بنوب. بس ابو جودات فرض علي يدفع لك اياهم على دوز بارا. ابو جودات ناموسه وناموس ضابطيه، اساسا كله على بعضه ماني شايفه. بس كل اللي صار كان بسببي يا ابو صافور. لا مو بسببك، كله من هالمنظومه ابو دراع، قاعد عم يكذب ويروي حكايا لا كانت ولا صارت. يعني انت هيك شايف ابو صافور؟ ابو دراع صايبه وشه مثل وشه الببور. الله وكيلك سالني لي اول ما قعدت معه قلت هي حفله السلام عليكم. الله يعافي بجاه نبينا محمد. امين. شو وين غايب؟ صار لك كام يوم مالك مبين بالحاره. جاي غايب ولا شيء؟ ليك ديها بالايادي. يعني ما راح تقول شو صاير معاه؟ شو صاير معك؟ شو صاير معك؟ شو قصدك؟ ما فهمت. يعني كنت شوفك عم تبخ الباب، الصراصير، الدبان، لك شو قصدك؟ لا قصة ولا شيء، كل ما هو ذلك اخي اشتغلنا كثير بهالحياة وتعثرنا. شيخ نمس؟ ايييييه ام محمد، اشتغلنا كثير بهالحياة وتعثرنا، بشو طلعنا؟ ولا شيء، ولا شيء الله وكيله. يعني مالك ناوي ترجع للشغل؟ لا لا ما ناوي، ناوي غير حياتي هيك كلها قشة لفة. شلون بقى؟ بدي اشتري لي دكانه ظبط حالي فيها. ليش عم تضحك ابو الحكم؟ لكن مو عاجبينك. لا معجوب، بس اللي عم يضحكني انه شفناك فوق وشفناك تحت، والمثل بيقول الباس ماله ودكتب 14، يعني شو ما اشتغلت وشو ما اعتملت رح ترجع لكارك بخاخ بق. لا ما حشرت، هذا كان زمان، بس هلا تغيرت الاحوال. شنو من بعد حشيشي عمره ما ينبت حشيش، بعد حشيشي ما ينبت حشيش. ايه من بعد عمري عمره ما حدا يعيش، وعيش يا قديش
ليطلع الحشيش. لك من يوم يومك اندبوري كاسر ايدك وعم تحشد عليها. قال شو بدي افتح دكان؟ لك على مين السلبة اي؟ صحي انك اجدر. ناموسي. مرحبا اخي ابو قاسي. اهلين وسهلين ابو عياش. خير؟ ليش بعت وراي؟ يا سيدي بدي اياك تفوت شقشقلي على بيت النار بالحمام، باين عليه مهرهر وصار بده عمره جديده. والله بدك تصبر عليه كم يوم، حاكم عم يصلح بيت الإدعشري. عم يصلح بيت الإدعشري؟ مين وكلك فيه سيدو؟ مأمون بيك وكلني فيه. وما عرفت شو ناوي يعمل فيه؟ ما بعرف. بدك مني شيء اخي ابو قاسي؟ لا سلامتك. متى ما فضيت ابقى امرق لهون وعمل اللي قلت لك عليه. على عيني اخي ابو قاسي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلمي كأني سمعت ابو عياش عم بيقول بيت الإدعشري، اذا الله ما كسب لي. ايه مزبوط. ابو عياش عم يصلح بيتكم القديم. ايش انت ما طلبته من مأمون بيك؟ بلا طلبته. هو على شغلك انت، انا رح ابعت وراي يجي يشرب فنجان قهوه معي وافهم منه شو القصه. حاضر. يا معلم عبد الله يرضى عليك، من بعد ما جبت لك الفول والحمص دريت انه الحاره محاصره وبواكيه مسكره، فخليت لك اياهم امانه عندي. يا سيدي الله يبارك فيك. بقى استلمتوا سيدنا؟ لكن نحن اللي استلمنا. فتحيه. مر معلم عبدو. الله يرضى عليك، خلي الشباب ينزلوا شوالات الحمص والفول من على الطنبر ويفوتوهم لجوا. صار على راسي. ايه سيدي، انا صار لي علم انه بالفتره الماضيه غليت الاسعار بالسوق كلياتها، فشو بيطلع علينا زياده نحن جاهزين؟ لا عمي، نحن تجار كلمتنا كلمه بالسوق، وما ببل اخذ قرش واحد زياده، وانا بعتك بالسعر اللي اتفقنا عليه والله يبارك لك ويرزقك. الله يكتر من امثالك يا عمي وديم المحبه بيننا. شو بدي لك ابو قاسم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انا حكيت مع بنت عمي ام توفيق مشان بيت الإدعشري، بس هذا بده تزبطه شوية وتستفاد منه وتأجره. ايش وعلي عمي، هذا حقه، الله يهنيها فيه. بس إذا لكم خاطب بالبيت أنا بمون على بنت عمي وبخليها ترجع لصبحي غصب عنها. لا 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 يا عمي، شغلي مو مستاهلة، ما قلت بيوت بالحارة. أنا راح أدور له على بيت يكون ظريف ومنيح والزلمة معه قرشين، يعني ما لو بيعازم. هيك ريحتني يا أبو قاسم. شو بدي لك؟ قول سيد مأمون. يعني بجوز مالي حق أتصرف بشي من شوري وخاطري. لازم اخذ رايك يا ابو قاسم. ولو يا سيد مأمون، شو انت عدد حدا غريب؟ انت واحد منا وفينا وابن هالحاره ابا عن جد. يعني اذا كرينا هذا البيت لهذا اللي بيشتغل معي ابو هلال، في حدا بالحاره بيعترض ولا بيحكي هيك ولا هيك؟ والله اذا مشي ادمي وبحاله وما جعز الناس ما حدا بيقول لا. المهم عنا معدن الناس اللي بتعيش بيناتنا، والمثل بيقول الجار قبل الدار. يا عمو ليش عم تشتغلي؟ ليش؟ شو فيها يا مرت عمي؟ قلت لحالي بشطب قتلة ديار لبين ما تجي من السوق. بس هيك ما بصير، ما سمعتي ام زكي شو قالت لك؟ ما لازم تتعبي حالك. اي والله مليت من القعدة. يا حبيبتي اشتغلي مو مشكلة، بس مو شغلة بتتعبي. يعني بدك ياني شوف ارض ديار وسخة واقعد اتفرج عليها؟ ومين قال لك رح نتركها على وسخة؟ كنت ناوي بعد ما ارجع من السوق اشطفها. لبقى تعمليها وتستغفليني مرة تانية. هاتي المشي. هاتي وروحي ارتاحي بقطتك تقوليني. على عيني. بالي معك، بالي 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 يا ابوي. لا ان شاء الله بتمشي امامي يا فوزي. يا ابوي. طبريني يا زكي، ان شاء الله فوزي منيحه.
ما بعرف شو بدي اقول لك يا ابو بدر. يعني كل هالقد تعبانه؟ العوض بسلامتك. امين رحمة الله. لا ما راح اجيب ليك بحمه على هالفال. بكره بتصح وبتصير ما احلاها. بس شو؟ الولد تعيش انت. الولد مات؟ هيك نصيبه من الرعبه اللي ارتعبتها من الوقعه اللي وقعتها. شو تساوي يعني؟ ايه معلش يا مسكي معلش بسيطه يعني الولد شغلته يعني مقدوره بس المهم فوزيه ما يصير لها شيء. اضرب عليكي انا يا فوزيه قديش كانت فرحانه بحبلها. اي والله صحيح. لا وابو بدر ما تهبل تم تهبيل بشي اكله الا يركض ويجيب لها اياها. حتى ايام ما كانت الحاره مسكره تتذكري؟ لكان انت الذكر ما تنعاد. انا قلت لها دير بالها على حالها مو ما قلت لها حاكم حبلها صعب ودايم الدوم بتلاقيها حصرتي تعبانه. وكيف صارت هلا فوزيه؟ الحمد لله احسن بس مسكينه زعلانه كثير. الله يعوضها ويعافيها. بكره خلينا نروح نشق عليها. شو عليه بكره منروح؟ بس قولي لي شلون جميله ودلال؟ الحمد لله بألف خير. وكنتك هدى شلونها؟ ربي يحرسها ما أظرفها هالهدى، بتنزل على القلب مثل العسل. يا حبيبة قلبي، بس فهميها إنه تريح حالها شوي، ما بيصير تضل عم تشتغل مثل البروانة طول النهار من شغلة لشغلة. رح فهمها، بس بيني وبينك خايفة عليها من هالمقوصة لطفية.